ستيم هي ذاتها شنو؟ ستيم منظومة أمريكية، يعني هو الاسم جاي من الاختصار حق علوم تكنولوجيا وهندسة ورياضيات. بعد ذاك في منها العلوم اللي بتتفرع زي أحياء وفيزياء وكيمياء. يلا ستيم هم أصلا في الأساس يعني عملوهم عشان يجيبوا طريقة ممتعة أكثر للتعليم، يعني بدل ما الزول يقرس هاي بس عشان هو يعني يقرأ فبيكون مستمتع بالقصة، وحتى الحاجات بترسخ لهم أكثر. فيلا ستيم بيعملوا شنو؟ يعني مثلا هسه هم شغالين في السودان، ستيم سودان حسب بابا. المهم بيمشوا المدارس بيوفروا لها المعدات، بيوفروا لها معدات وبيوفروا لها الإمكانيات إنها تقدر تجرب الحاجات عملي أكثر، وحتى بيكون في سيتس بتاعت جيمز وكذا. بيدربوا المعلمين ذاتهم، لأن المعلمين بيكون عندهم قدرة أصلا يتعامل مع أطفال، عندهم معرفة يعني مسبقة بالموضوع. وبيجيبوا متخرجين حديثا يعني بيجوا برضو بدربوهم، بيبقوا تبع ستيم كده. برضو حاجة بتوفر الفرص عمل للشباب، يعني بالذات إنه في الزمن ده يعني شباب كتار ما لاقين شغل وكده. so المهم هم بيعملوا كده، وهسا هم شغالين في السودان، قاعدين هسا في كسلة وشغالين هسا، مشوا كم مدرسة حاليا أهو بيمشوا بيدربوا المعلمين وبيعلموا أطفال وكده، يعني حاجة حلوة شديد. فنحن شخصيا تجربتنا مع ستيم، نحن كمعاب وحباب، تمام. الموضوع بدأ بس بمجموعة من الصدف، تمام. أستاذ حسن بابا كان عامل كورس صيفي عادي بتاع تكنولوجيا، لكن ما كان حق مدرسة، كان مقسم على أسابيع. يعني في الأسبوع الأول مثلا نتعلم عن الفيزياء والفلك، والأسبوع الثاني عن الأحياء مثلا وكذا، يعني حاجات ما متوفرة في المناهج الدراسية. فكنا بس الكلام ده قبل 6 سنين، نحن كنا لسه في صف رابع، كنا من أصغر الناس اللي هناك، لأنه ما كان ناس كتار أصلاً مهتمين بالفكرة. فكانت تجربة كويسة، تمام، إنه تمشي تجرب حاجة ما مألوفة، ما كل الناس بتعملها، ما في كل الجهات بتوفر حاجات زي دي هنا في السودان عندنا. فالتجربة كانت يعني من بعد آخر عديد، يعني حاجة دي غيرت لنا حياتنا وغيرت لنا مفاهيمنا وغيرت لنا طريقة عيشنا ذاتنا نحنا كمآب وحباب. يعني حتى نظرة المجتمع كانت غريبة شديد للموضوع ده. فمثلا يعني بعد ما أخذ ده الناس تسألني في الإجازة عملت شنو كده، أجي أقول لهم دخلت كورس صيفي للعلوم التكنولوجيا، يقولوا لي يعني عاملة فيها واو، ده حاجات نيرد ساي، عاملين روحكم ويردوز. يقول لك الحاجات التقليديه بتاعت امشي سجل في الفروسيه، امشي ما بعرف اشترك في السباحه، على الاقل امشي سافر اعمل كذا. لكن انت تمشي في المدرسه تقرا وتمشي هناك تقرا برضو، مهما تحاول تقنعهم انه الحاجه دي مختلفه، لكن ما كل الناس بترضى، طبعا ما كل المجتمع بيرضى بالحاجات دي. فطبعا احنا مش اشتغلنا بهم، لانه لو اشتغلت بالزول انت ما حتقدر تركز في نفسك، ما تركز في الناس عشان تقدر تركز في نفسك. طيب بالنسبه لتجربتنا احنا ذاتنا مع ستيم، يعني الحاجه اللي بتجي زي ما قالت مآب غيرت حياتنا خالص. يعني قبل الزمن ذاك ما كنا مهتمين بالحاجات النهائي، فزينا زي باقي الناس، يعني هو يعني بلو بس مشينا ساهي، يعني احساس كورس صيفي والإجازة وملل وكذا. كان بعد ذلك بتجد يعني الزول لما يتبحر في الحاجات دي بلقاه انترسنك شديد، يعني بعد ذلك الحاجة تفتح فرص كثيرة. يعني أنا أصلاً جاية تيدكس بسبب ناس ستيم، يعني لو ما من 6 سنين كنت أصلاً خشيت ناس ستيم كذا، ما كان حيحصل شيء. بعد ذلك يعني حتى يعني لقينا ناس جداد وتحفظنا الفرص إنه نلاقي ناس، يعني أصلاً ما كنا نحلم إنه نلاقيهم. يعني أسأل في حياتي متخيلتي إني حاجة كسلة ولا حامة مؤتمر ولا حكلم قدام ناس ولا أي شيء.
لكن هو يعني حصل جينا يعني نهاية ما نتمنى وكانت تجربة حلوة شديد. يعني بجد الزول زي ما قالت مآب ما يعمل الحاجات التقليدية، حاول إنك تكون خارج عن المألوف، يعني لأنك هو لو قعدت زي الناس حيحصل شنو في النهاية؟ حياتك حتنتهي وما حتكون عملت شيء مميز، وبعد ذاك الناس أصلا حتنساك وفزو حيتذكرك. فحاول دائما إنك تخرج عن المألوف وتعمل الحاجة اللي أنت بتحبها، لأنه المجتمع قدر ما تعمل له وهو ما بيعجبه شيء، نهاية ما بيعجبه شيء. يعني لو عملت كده حيقول لك ليه عملت كده، ليه ما عملت الحاجة الفلانية؟ لما تعمل الحاجة الفلانية بيقول لك ليه عملتها أصلا، يعني أنت مش عايز كده. فبس يعني ما تشتغل نهاية بالمجتمع يعني. فبس يعني فطبعا فريق ستيم سودان بقى داخل هنا وبقى يمر على المدارس في ولايات تانية، زي مثلا جو هنا كسرة، الخرطوم، كادوغلي، نيالة، الدمازين، ده كلهم بيشتغلوا فيهم كده. فغير ناس ستيم في منظومات تانية بتساعد في يعني العملية التعليمية هنا في السودان، في تطوير العملية التعليمية. فمثلا عندنا اليونسكو، مثلا اليونسكو واليونسيف عندهم برامج كثيرة هنا بتساعد بالذات الناس في معسكرات اللجوء والنزوح. فزي ما عارفين هنا يعني للأسف هنا عندنا في السودان يعني حروب وصراعات كثيرة جدا، فالناس مفترض بعد تبدأ تتعلم إنه تتعايش سلميا مع بعض. يعني نحن في القرن 21 ولسه عندنا أمور سطحية، زي مثلا أنا ما هتكلم معك عشان لونك، ما هتكلم معك عشان أنت من هنا ومن هنا. بجد يعني الناس بعد ده زي ما قالت جبال آمنة لما مشوا القمة بتاعت في روسيا، الناس قدرت تتعايش مع بعض عادي بغض النظر عن جنسياتها، دياناتها، ألوانها، لغاتها. لكن هنا نحن في السودان يعني معظمنا بتكلم لغة واحدة، ونحن جنس واحد، نحن بلد واحد، لكن لسه الناس بتعاين في حاجات صحية زي دي. فحتى بعد ده لازم الناس غير إنه تعايش مع بعض سلميا عشان نقدر نمشي لقدام جد لازم المجتمع يرتبط بالعلم، لازم يعني يحس بفائدته للمجتمع، لأنه في حاجات كثيرة بتحصل هنا بسبب جهل الناس. يعني بجد الجهل بقى مشكلة كبيرة شديد هنا. أسي الأمراض مثلا بدل ما يودوك لدكتور لأنه ما بيأمنوا بالعلوم، حيودوك لي ما بعرف شيخ، فكيه، بصير، المسميات زي دي. لكن عشان الناس تبدأ تتعلق بالعلم لازم نبدأ بجيل الأطفال، لأنه الجيل ده كل حي من البلد دي لقدام. فلازم يبدو ياهو موضوع ستيم واليونيسيف واليونسكو ياهو بحاول يحببوا العلم للأطفال، أصلاً هو حاجة مثيرة لهم، عشان بعدين يقولوا لما يمشي للمدرسة الطفل هيتحمس، هيقول إنه أنا داير الحاجة دي لأنها ظابطة، داير أقرأ فيها لأنها ظابطة ولأنها عجبتني، ما همشي ساي عشان درجات. طبعا نحن برضو من اهداف ستيم كذا انه عايزين نعمل شبكه تجمع كل اطفال السودان، يعني بالذات في الاماكن اللي فيها اهو اماكن النزوح، اماكن الحروب والنزاعات وكذا. فالشبكه بتهدف يعني انه كل اطفال السودان يقدروا يتعلموا مع بعض ويتعلموا زي ما اهو ستيم يعني. المهم يعني يقدروا يشتغلوا كويس ويتواصلوا مع بعض، ودي برضه حتكون فرصة حلوة يعني الناس كده تلاقي ناس جداد، مجتمعات غير، ثقافات غير يعني. وبرضه يعني عشان أي زول يتعلم أكثر عن الحاجة اللي بيحبها. يعني مثلاً ما هي مثلاً في الأحياء، مثلاً لما أنت تاخذ الموضوع عملي
كده حاجة بتكون لك أسهل وأحسن، حاجة بتقع عليك أكثر وكده أحسن، حتى بكون جيمز وكده ومثلا أيام ثقافية حاجة حتكون حلوة شديد يعني لو اتعملت، وإن شاء الله يعني حتعمل. طيب طبعا من الجمعيات اللي في السودان الدعم موضوع الستيم وكذا، في عندنا المرأة في العلوم اسمها Women in Science in Sudan، دي برضو بتدعم الفكر شديد لأنه مفترض نبدأ بكل المجتمع عشان بعدين يبدو يتعلقوا بالعلوم، لازم نشوف لكل فئات المجتمع، الفئات المهمشة الفئات المركزية لازم الناس كلها تعرف. فبرضو عندنا من الجمعيات اللي هنا برضو عندنا جمعية بتاعت العلماء الصغار برضو مساعدانا إنه بنشروا الموضوع أكثر، يعني زي ما هنا STEM سودان متعلق بإنه يدرسوا الأطفال درج، بيشدوا الأطفال بيخلوهم علماء جد، فبيقدروا يأثروا في الأطفال معاهم بدل ما لازم الموضوع يبقى من كبير لصغير، مفترض لا برضو نحن يعني كجيل الأطفال برضو من مسؤوليتنا إنه ننشر للناس التانيين اللي ما عارفين، لو أنت عارف لازم توري الغايب يعني. فلازم بس فضل شنو فضل يعني لو حاجة أخيرة كده اتعملت أعتقد إنه السودان بعدها يبقى بخير. فمثلاً كل ولاية لو تعمل فيها مركز يجمع الأطفال مع بعض في الحاجات اللي بيحبوها كده، تكون مراكز علمية يعني ناس، في ناس بيحبوا الكودينج والبرمجة وكده فحيمشوا مع بعض، يلاقوا ناس عندهم نفس اهتماماتهم يقدروا يتناقشوا معاهم يقدروا يستفيدوا من بعض يكتسبوا خبرات من بعض. فلو عملنا كده مركز في كل ولاية كده يعني قاصدين أو ما قاصدين هنكون عملنا شبكة بتصل كل أطفال السودان مع بعض عشان بعدين الناس تقدر تعرف إنه ممكن التعايش السني ممكن وما مستحيل. المهم في النهاية الكلام ده جايبه برأيي ما له على الموضوع، المهم في النهاية حابة أقول إنه كسر حلو شديد، ثقافة حلو شديد يعني تحية للناس كسلها. اتزاقكم الجمهور ظابطين شديد ما شاء الله عليكم. يعني بجد بدون هزار الفرقة القبيل جو الجو أدو رقصات من كسلة، ده أحد من أحلى الحاجات اللي شفتها في حياتي يعني حياتي واجبت حالي سوحي. المهم في النهاية دار أشكر تيدكس إنه أصلاً أتاح لنا فرصة زي دي ما كنا بنحلم بها أصلاً، ما حسب كان الحاجة زي كده. ودار نشكر حسن بابا وضياء مصطفى جويرية سارة كلهم الجوسة معانا هسه يعني بجد لأنه بدون الكورس الصيفي ده ما كان حيحصل الكلام ده كله. المهم شكرا على حسن.